وفضيلة الشيخ وفقكم الله، نقول في عصرنا الحاضر فئة تسارع إلى الفتوى وتبرز فتاواهم عبر وسائل الإعلام بما هو مخالف للنصوص، وفئة أخرى من كتاب الصحف يقومون بالهجمة على كبار العلماء وتأويل فتاواهم واتهامها بالتشدد وإثارة العامة نحوها، فما الواجب حيال ذلك؟ أنتم تعلمون أن أهل الحق في كل عصر يكون لهم أعداء، حتى الرسل، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، ابتلاء وامتحان، فذرهم ما يفترون. ثم قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فأهل الشر يقبلون هذه الشائعات وهذه الأقوال ويفرحون بها، أما أهل الخير فإنهم ينكرونها، ينكرونها ويشمئزون منها. وهذا مقتضى حكمة الله أن يتبين المؤمن من المنافق، ولولا هذه الأمور لما تبين المؤمن من المنافق، وهذا في كل عصر، وفي آخر الزمان يشتد الأمر، تشتد المحن والفتن. الحمد لله، أهل الخير في خير ولا يضرهم، وأهل الشر ما ينفعهم كلامهم أو كلام أهل الشر الآخرين، ما ينفعهم. هذا اللي يطمئن المؤمن، إن أهل الخير ما يضرهم هذا، بل يزيدهم رفعة عند الله وعند الخلق. أما أهل الشر فلا ينفعهم شرهم ونفاقهم وفرحهم بهذه الأمور، ما ينفعهم هذا، بل يضرهم عاجلا وآجلا. وأما الفتاوى بغير علم فكل يتحمل ما يقول، كل يتحمل ما يقول، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن أفتى بفتوى فهو مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى، ما هو بأفتى وراح حصل مقصوده أو حصل أهل الشر مقصودهم وراح، لا، مرصود مكتوب عليهم وسيحاسبون عليه يوم القيامة أو يعاقبون في الدنيا، فلا يتركون أبدا، إن ربك لبالمرصاد. فنحن نعتمد على الله سبحانه وتعالى ولا ننظر إلى هؤلاء، ولا يحركون لنا ساكنا، بل نثبت على الحق ولا نكترث من فعلهم أو قولهم، لأن هذا نال حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكيف بأتباع الرسل؟ نعم.